بسم الله. أعزائي الطلبة والطالبات، صف أولى، الصف الأولى ثانوي، اليوم نبدأ إن شاء الله في المحاضرة الثانية وهو الباب السادس، وهو يتحدث على الرسوم البيانية وفوائدها، وكيف نتحصل أو كيف نرسم. أولا كيف نرسم هذه الرسومات؟ طبعا الرسومات لشنو؟ لدوال أو لمعادلات. كيف نرسم معادلة؟ يعطيني معادلة ويقول لي ارسمها. الرسم الدوال، الرسم المعادلة يتم في المستوى الديكارتي. لماذا؟ لأن احنا عندنا عنصرين، عنصر السين وعنصر الصاد. السين والصاد هذين في المستوى الديكارتي، يعطيني ونقول يبي يرسم المعادلة هذه. كويس. الرسم يتم على الآتي بطريقة بسيطة جدا وسهلة للغاية. شن هي؟ أنه هو يعطيني المعادلة اللي يعطيها لي من مكان شكلها نوعها، ونحن نفرض قيم اختيارية عددية للمتغير سين، نستصل كل قيمة نتحصل منها قيمة لصاد، ومن تم نتحصل على ثنائيات مرتبة. ثنائيات مرتبة، كل ثنائي مرتب صورته نقطة. كلمة مش نفهم. كل ثنائي مرتب صورته نقطة، والنقطة هذه في المستوى الديكارتي، ومن تم نتحصل على مجموعة من النقط، وهذه النقط نقوم بعملية توصيلها، نوصلها ونحن نشوفه ويطلع لنا صورة هذه المعادلة. يطلع شكل المعادلة هذه. إذن بالراحة شوي بشوية بكل نتفاهم بعضنا. الرسم الشكل الدرس هذا راهو عملي، اعتماد كله على الطالب. الطالب ماذا بيه هو اللي يرسم. كويس ان احنا نرسم محاور، نفرض قيم لسين، قيم اختيارية عددية بسيطة على حسب قيم عددية واختيارية بسيطة، نعوض بها في المعادلة عن قيمة سين، نتحصل على قيمة صاد، وكل ومن تم قيمة لسين نتحصل قيمة لصاد، نتحصل على مجموعة من الثنائيات المرتبة نتم عملية رسمها، ومنها نتحصل على شكل هذه المعادلة. شكل هذه المعادلة بالرسم. من الرسم، أيوة الخطوة اللي بعدها، شو الفائدة منها؟ شو الفائدة من الرسم؟ من الرسم نتحصل على حل المعادلة. إذن حل المعادلة قد يكون بيانيا وقد يكون جبريا. الحل البياني من الرسم، والحل الجبري قوانين. إذن احنا الآن توا الاستفادة ان احنا بنعين حل لهذه المعادلة. حل معادلة معناها إيجاد قيمة المجهول، هذا حل معادلة. حل معادلة هات قيمة المجهول. طبعا الحل بياني بالرسم. إذن هنا تعالوا نشوفوا مع بعضنا كيف نشتغلوا وبسهولة جدا. افتراضا أنا عندي معادلة نقول سين تربيع ناقص 2 تساوي 0. هذه معادلة. لاحظوا أن المعادلة هذه من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الثانية. كيف نرسم المعادلة هذه؟ أيوة كيف نرسم المعادلة هذه؟ ناخذ المعادلة هاد ونقول احنا نحولها على صورة صاد تساوي سين تربيع ناقص 2.
صاد تساوي سين تربيع ناقص 2، أصبحت الآن معادلة من الدرجة الثانية تربيعية. طبعا هنا صاد المعادلة سين تربيع ناقص 2 تساوي صفر، الصفر هذا وضعنا بدل صاد عند ما صاد تساوي صفر، طبعا صاد تساوي صفر هذا يمثل لي محور السينات وهو صلب الموضوع لحل المعادلة. حل المعادلة معناه من عينه قيمة سين. إذا نحن هنا نعرف أن نحن صاد تساوي صفر هي معادلة محور السينات، منها بنتحصل على حل المعادلة. تو الآن خلوا على حل المعادلة على جنب، بعدين نولوا له شنو أولا كيف إحنا نرسموا هالمعادلة هذه وبيعطينا شكلها، وبعدين نخش في كلمة الحل. المعادلة من الدرجة الثانية، كويس، احنا ما نستلقين الأحداث إلا بالرسم، بعد نرسم كل بش يتعلم الرسم. رسمة المعادلة سهلة جدا، وهي قلنا بفرض افتراض قيم عددية اختيارية، شوف الكلام هذا اختيارية للمتغير سين، كل قيمة لسين نتحصل قيمة لمنه لصاد، ومن ثم نتحصل على مجموعة من الثنائيات المرتبة، كل ثنائي مرتب صورته نقطة سين وصاد في المستوى الديكارتي. إذا تحصلنا على مجموعة من النقط، هذه النقط إيش ندير لها؟ نوصلها ببعض، نوصل، بس التوصيل يكون بالقلم وباليد. ليش ما نوصلهاش بالمسطرة؟ المسطرة معاش يعطينا الشكل الملائم له، لأنه هو إحنا تبغى نستنجو بعدين شنو الشكل بيطلع لي. تمام، تعالوا نشوفوا هذا الآن. نعمل جدول باش ننظم العملية هذه، ننظمها في جدول. نعمل جدول بهذا الشكل، نضع العمود الأول قيم سين الاختيارية، نضع المعادلة سين تربيع ناقص 2، منها نتحصل على قيمة لصاد، منها نتحصل على ثنائيات مرتبة سين وصاد بأبسط مفهوم، بأبسط طريقة. نضع القيم الاختيارية، هنا اختيارية بسيطة، نضع مثلا 0 1 2 ناقص 1 ناقص 2 قيمة 2 3 4 5 ممكن تكفي لبيان شكل هذه المعادلة، نعطبها شكلها. ونجي الآن، الآن الفرضية أن سين بصفر، هاي كل يركز معي، سين بصفر المقدار يعوض عنه بما يساويه، يعني وين ما نلقى السين ولا نحط بدلها الصفر، تصبح أنا صفر تربيع ناقص 2، أيوة هذا عدى صفر، تقعد عندي ناقص 2، عند السين بصفر الصاد بناقص 2، ومن ثم نتحصل على ثنائي مرتب صفر وناقص 2. تمام، تو الآن منو الواحد؟ عندما السين واحد فهمنا قيم اختيارية عددية بسيطة احنا اخترناها، واحد تربيع ناقص 2 نشتغل، واحد تربيع واحد، واحد سالب 2 سالب واحد، كويس لازم يكون عندك الكلام هذا، اذا واحد سالب واحد. تمام، تعال للقيمة الثانية 2 بس تربيع ناقص 2 4، انا 4 ناقص 2 2، ومن ثم تعطينا ثنائي مرتب 2 و2 سين وصاد. تعالوا ناقص 1، سالب 1 كل تربيع ناقص 2، شوف هنا سالب 1 تربيع 1، كويس موجب، ناقص تعطينا سالب 1، إذن هنا يعطينا كم؟ ناقص 1 وناقص 1. تمام، تعالوا القيمة الثانية ناقص سالب 2 كل تربيع سالب 2 تربيع 4، كويس ناقص 2 فيها كم؟ 2، إذن هتحصل على سالب 2 و2. إذن هنا طبعا ممكن أنت تزيد قيم أخرى، ممكن تزيد قيم لكن هنشوف هذا.
تعال نشوف، تحصلنا على مجموعة من الثنائيات المرتبة، قيم، هذه القيم كل قيمة وكل ثنائي مرتب على صورته بيطلع نقطة. كويس، نجي الآن مستوى الكارتيزي، محور السينات، سوري محور الصادات، محور السينات، هنا سين موجب، هنا صاد موجب، سين سالب، صاد سالب، تمام. مقياس رسم على حسب القيم انت اللي فرضها، ما عندكش مشكلة. هنا نقطة الأصل صفر وصفر، واحد كل مربع، كل مربع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هنا واحد، اثنين، ثلاثة، قيم صاد. لاحظ أنت سين عندك من واحد ل من ناقص اثنين لعند اثنين، وصاد نفس الشيء منين؟ من ناقص اثنين لعند اثنين. هنا سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاث، سالب أربعة، وهكذا. هنا سالب واحد، سالب اثنين، سالب ثلاث، تمام. كويس، كما واخدين احنا في الصف التاسع كلام هذا، نعين النقط. تو عندنا صفر وناقص اثنين، ورد بالك ركز على تعيين النقط في المستوى الديكارتي. هنا خد بالك في تعيين النقط، سين وسالب اثنين، شوفها السين بصفر، اذا ما فيش حركه في الاتجاه السيني، ما فيش. ها سين بصفر، شوف ركز باش انت نرجع لك الكلام هذا. يا سين بصفر ما فيش حركة سينية، امال شنو؟ حركة صادية فقط، من هي؟ سالب اثنين، إذا هذه سالب اثنين، إذا النقطة هذه الحركة هذه صفر وسالب اثنين، تمام. واحد وسالب واحد، تمام، واحد في الاتجاه السيني وسالب واحد في الاتجاه الصادي، تبدأ هان. إذا هنا شنو هنا؟ واحد وسالب واحد، تمام. بعدين اثنين واثنين، اثنين واثنين، شوف هنا اثنين، شوفوا لاحظوا اثنين واثنين، هذه اثنين وفوق اثنين، تمام. اثنين واثنين، كويس. تعال النقطة اللي بعدها، ناقص واحد ناقص واحد، اهي ناقص واحد ناقص واحد، اهي ناقص واحد وناقص واحد، كويس. بعدها ناقص اثنين واثنين، ناقص اثنين سيني واثنين موجب صادي، اهي تمام. تو هنا هذا بالنسبة للنقاط، وعيننا احنا تو النقاط، ركزوا على تعيين النقاط. اي خلل في تعيينك في النقطة في المستوى، يعني خطأ في نقطة، ارى شكل المنحنى مش حيجي، شكل المعادلة مش حيجي معك، ايضا لازم نركزه كويس. بعدين ناخذ القلم ومن الداخل، تمام، ونبدا نوصل النقط في بعض، نوصل النقاط بدون مسطرة. المسطرة تعطيناش الشكل، ها طبعا هذا فيه استمرارية، ليش؟ لأن الحكاية مازالت مستمرة، وهذه النقاط من هنا أعطاني الشكل، أعطاني شكل شنو؟ أعطاني شكل أو الرسم البياني للمعادلة هذه، رسمتها. طبعا المعادلة هذه شن تلاحظ؟ تلاحظ أن احنا وين رسمناها ما أعطتنيش خط مستقيم، لماذا؟ لأن هذه المعادلة ما هياش من الدرجة الأولى، مال منين؟ من الدرجة الثانية، منين؟ من الدرجة الثانية، ومن تم ما نتحصلش على خط مستقيم، ومن تم لا تكون معادلة خطية، أمال شو تكون؟ شكلها منحنى. اذا هنا عطتنا منحنى، منحنى. نجي اذا من هنا نستنتج اول حاجه شنو هي؟ ان المعادله التربيعيه
منحنى، معادلة من الدرجة الأولى خط مستقيم. هذه المعلومات هذه لازم تكون هنا، مش في الكتاب ولا في الكراس، لا هنا صورتها راهو خط مستقيم معنا معادلة من الدرجة الأولى. معادلة من الدرجة الثانية راهو منحنى، منحنى كيف هذاك على حسب الرسم. كويس، عس نكملوا شوية هيك نشوفوا. لاحظوا هنا أن المنحنى هذا مفتوح إلى وين؟ إلى أعلى، صح؟ منحنى مفتوح إلى أعلى، مظبوط؟ كاين شن الاستنتاج اللي بنستنتجه هنا؟ أن أعطانا المنحنى هذا إلى أعلى، لو كان عندي المعادلة قلت أنا صاد تساوي 2 ناقص سين تربيع. شوفوا هذا شنو نلاحظوا هنايا؟ نلاحظوا هنا أن المنحنى لو رسمته، ارسمه أنت هاني تو، ارسمه أنت، أن 2 ناقص سين تربيع، هنا سين تربيع بس هنا ناقص 2 سين تربيع، يعني الإشارة غيرتها لمنو؟ لمعامل السين تربيع. لاحظوا أن المنحنى بيفرق معك، شنو الفرق؟ أهو نقول لك، لكن أنت تأكد منه في رسمته، لازم ترسمها أنت بروحك وتأكد من كلامي كويس. شنو هو؟ أن المنحنى حيبدأ مفتوح وين؟ لأسفل، يبدأ مفتوح إلى أسفل، ريت، ومن تم بمجرد النظر بناء على رسمتك أنت ورسمتيني في الاستنتاج أن المعادلة اللي من الدرجة الثانية شكلها منحنى، والمنحنى يكون خيرا مفتوح إلى أعلى أو مفتوح إلى أسفل بناء على شنو؟ معامل السين تربيع. معامل السين تربيع إذا كان، ركز، إذا كان موجب مفتوحا إلى أعلى، وإذا كان سالب مفتوح إلى أسفل. خلاص، أي معادلة قدامك يقول لك هيك تعرف خريطة متحد طول، تعرف منحنى مفتوح إلى أعلى مفتوح إلى أسفل، تمام؟ هذه نقطة كويسة من الرسم، نستنتجها من الرسم. منحنى أول حاجة نعرفها أن منحنى شكلها، ونرسمها الرسم البياني، الشكل البياني لها أن منحنى أمتى؟ إذا كانت من الدرجة الثانية، هذا واحد. اثنين، أن إذا كان المنحنى مفتوح إلى أعلى أو مفتوح إلى أسفل من معامل سين تربيع، حيث موجود وين ما تلقى معامل السين تربيع يحدد لك المنحنى مفتوح إلى أعلى ولا مفتوح إلى أسفل. تمت، خلاص. إذا طالب ركز على النقطة هذه، إذا مباشرة تجي طول أنت قول منحنى هذا مفتوح إلى أعلى مفتوح إلى أسفل، تم، خلاص واضح، تمام، كويس. شو نستفيدوا؟ نستفيدوا أن احنا نقدر نعينوا حل المعادلة. شو معنى حل المعادلة؟ إيجاد قيمة المجهول. من المجهول في المعادلة؟ سين. منين؟ من الدرجة الثانية. شو معناها؟ معنى لازم سين تعطينا قيمتين. خذ بالك، ها؟ شنو؟ حل المعادلة، نبو حلول. حلول شنو؟ حلول بيانية. شنو معنى حلول بيانية؟ حلول معناها من الرسم بيان، بيان من الرسم. حلول معادلة إيجاد منو؟ إيجاد قيمة سين. كم قيمة لسين من الدرجة الثانية؟ لازم قيمتين. كيف نعينها من الرسم؟ مية مية. كيف نعينها من الرسم؟ نجيو هنا، شو نقولنا احنا هنا؟ سين تربيع ناقص 2 تساوي منو؟ صفر. شنو هذه؟ صاد تساوي صفر. منو صاد تساوي صفر؟ في دماغك من زمان. شنو هو؟ معادلة محور السينات، يعني قيم سين. نسلو احنا بعد نرسمو، هو الحل البياني، ها، باش نقربوا العملية وتبدا سهلة. بعد نرسمو المنحنى نعطوا سؤال، انت اسأل يا طالب اللي رسمت، مش الرسمة هذه اللي رسمتها، اللي رسمت انت رسمتك بعد عرفت كيف ترسم، اهو باهي، اسأل سؤال
يقول يا منحنى أنت تقطع محور السينات. هذا سؤالك لي، هذا سؤالك لي. شنو هو هذا الدرس كله؟ كله هذا الدرس كامل اهو في الكلمتين هذين. الحلول البيانيه ايه؟ بعد انت ترسم وتاكد من الرسم رسمتك صح، اسال السؤال هذا، قول له يا منحنى، تبعني معي، يا منحنى انت تقطع محور السينات. يقول لك اهو هاي، عندما شنو؟ عندما الصاد بصفر يقطع محور المنحنى، هذا محور السينات معناه صاد بصفر. هذا السر هنا، صاد بصفر. في كم نقطة قطعها المنحنى محور السينات؟ نقطتين. هذه نقطة مربع عليه، وكذلك هذه النقطة هاي. ريت إن هنا قيمة لسين، سين واحد قيمة، وهنا سين اثنين قيمة. كم قيمة؟ قيمتين. لماذا؟ لأن معادلة من الدرجة الثانية. لأنها معادلة من الدرجة الثانية. قيمتين، هذه قيمة وهذه قيمة. طبعا أنت في الرسم، في الرسم البياني، الحلول البيانية وين الرسم، عندنا احنا في علم الرياضيات يقول كلما كان رسمك صح كلما كانت إجابتك قريبة للصح. وهنا كلما كان رسمتك في ورقة المربعات في الرسم البياني معد لذلك، كرة الرسم البياني معروفة، تجي أنت تحدد النقطة هذه. يعني نيته وأنا أعطيه لك النقطة هذه ونقول لك هنا واحد وهنا اثنين، نبدأ نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة ونقول لك 1.4. واحد تاني يقول لي لا هذه 1.4 5 3، ويحط هاي هاي القيمة. يعني هنا النص قبلها، قبل النص خلاص انت تحدد، ادير عليها سهم وتقول هذه سين واحد وهذه سين اثنين. اذا شن استفدت انت توا؟ حليت بيانيا هالمعادلة التربيعية درجة تانية تربيعية. اذا هالمعادلة هذه، اذا المنحنى هذا قطع محور السينات، مدام انقطع إذن بيقطع في نقطتين، من هما النقطة هذه والنقطة هذه. وانت ارسم وتعود على الرسم وحل المعادلة بروحك بالرسم، سهل جدا جدا، ما تعقدش روحك، اعرف كي ترسم بس، اعرف ترسم كويس. افتراضا أنا خديت معادلة بهذا الشكل، قال لي سين تربيع وهنا يقول لي صاد تساوي سين تربيع، صاد تساوي سين تربيع، وبنرسمها. تعالوا احنا ملخص الكلام هذا كله، ما عادش معودين دوا كله. شنو يعني معادله تربيعيه؟ كويس، من الدرجه الثانيه 100 100. شنو هذا؟ موجب صح. من هذا؟ هذا معامل الدرجه، المعامل اللي من الدرجه الثانيه. طبعا هو بالصوره العامه يعطوه الف، الف سين تربيع زائد ب سين زائد جيم، الف اهو. كم هنا؟ واحد. خيرا نبو إشارته، ما نبوش قيمته، نبو كين إشارته؟ إشارته موجبة، موجبة معناها المنحنى على طول مفتوح إلى أعلى، تم الدواء مع المنحنى مفتوح إلى أعلى. أنت بتعين الجدول هنا وبترسم، بتقول نفرض قيم، أفرض طبعا أنت هذا كله بعدين تدرب أكثر منك. سين أنا سين تربيع، أنا صاد، أنا سين وصاد، حط ضع قيمة بصفر، قيمة على طول هنا صفر، هنا تطلع لك صفر، إذا صفر وصفر. هنا واحد، واحد تربيع، واحد، إذا واحد وواحد. حط اثنين، ضع اثنين، تصبح هنا اثنين تربيع، كم؟ أربعة، وهكذا، إذا هنا اثنين وأربعة، ناقص واحد، تعطينا ناقص واحد تربيع، هنا كم تطلع لي؟ ناقص واحد تربيع تطلع واحد، إذا ناقص واحد وواحد. اثنين، ناقص اثنين، تصبح هنا ناقص، ناقص اثنين كل تربيع، تعطينا كم هنا؟ موجب. أيوة، إذا ناقص 2 و4. تمام. تعال مثلا على خط الأعداد هاي، وهذا خلاص تو انتهينا من المعادلة الأولى، تو نركزوا على هاد.
نفس الدواء ونسمع هنا. تمام هاي صفر وصفر اهو السريع كويس. هذا صفر وصفر شن بعده؟ واحد وواحد، هذا واحد وواحد، اثنين واربع، اثنين واربع عاد فوق. ها شن بعده؟ ناقص واحد وواحد، ناقص واحد وواحد. شن تاني؟ اثنين ناقص اثنين واربع. وصل المنحنى بهذا الشكل. طيب شنو فهمنا احنا هنا؟ فهمنا ان المنحنى مس مقطعش، نبو حلول مس مقطعش، مقطعش منه؟ مقطعش محور السينات. ما شنو اعمل له؟ مس بس. عارف المنحنى مس بس، ما دام المس ومن الدرجة الثانية حلان حقيان متساوية عند نقطة التماس، عند منه؟ عند صفر. ومن تم الحل نتاع المعادلة، حل المعادلة هذه صفر وصفر، يعني نقولوا هك سين تساوي المجموعة مش دون أي مرتب صفر وصفر. طبعا احنا عندنا شو نقولوا؟ بدون تكرار صح في المجموعات، بدون تكرار، لكن نعرف أن حلان حقيان متساويان يعني صفر وصفر يعني بهذا الشكل. لكن احنا خلاص ما دام الحلين حقيان متساويان نعرف اننا حلين حقيان متساويان اذا انت مس معادله تربيعيه كويس. شنو هو ثاني النوع الثالث؟ النوع الثالث انت وين جيت ترسم طب نعطيه لك ورسمها بروحك. هذه شنو هي؟ نقول ص تساوي س تربيع زائد 2، س تربيع زائد 2 مفتوح الى وين؟ الى اعلى، مفتوح الى اعلى. ولو وضعنا ناقص سين هنا ناقص سين تربيع زائد 2 او ناقص 2 ثاني ناقص 2 المنحنى خير هذا مفتوح وين؟ مفتوح الى اسفل. نفس القصه ارسم هذا والله هذا. تعال لو رسمنا الاول سين صاد تساوي سين تربيع زائد 2، لاحظوا ان المنحنى بيكون بهذا الشكل، بهذا الشكل مفتوح الى اعلى. لكن هنا جي وين؟ عند 2 ولا مرتين تو نسموها هذه السنه خاطر شنو نسموها تو نعرفوا شنو اسمها هذه. شنو تلاحظ؟ انا نبي نوصل نقطه بس معينه بكم. شنو تلاحظوا؟ ان المنحنى هذا لا مس ولا قطع منه صاد تساوي صفر، منه صاد تساوي صفر محور السينات، معناه ما فيش قيمه لمنه لسين، معنى هذا يعني ان المعادله ليس لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية. إذا شو نقولوا؟ نرسم الرسمة، طبعا احنا اسمها حلول البيانية. نرسم المنحنى بدرجة ثانية، أوكي، نرسم الرسمة. أي معادلة تو نلقاها قدامي نرسمها، كويس، وبعدين نسألها سؤال هو السؤال هو يا منحنى أنت شنو علاقة، خلينا نجيبها بصيغة ثانية. ما علاقتك بمحور السينات؟ ثلاث احتمالات. محور السينات كم احتمال؟ ثلاث احتمالات. شنو هما؟ يقطع اكيد في نقطتين، يمس في نقطه، نقطه التماس، لا يقطع ولا يمس. ركز، يقطع في نقطتين حلان حقيان مختلفان س1 س2 الرسم وراي. اثنين مس عند نقطه التماس حلان حقيان ايوه متساويان صح صفر وصفر. اثنين واثنين 100 كويس. شو الاحتمال الثالث؟ ان المعادله ما فيهاش حل، لا يوجد لها حل وين؟ في مجموعه الاعداد الحقيقيه. انا بعدين بخش على مجموعات ثانيه دراسه متقدمه، مجموعه جديده ممكن، لكن احنا وين دراستنا توا؟ في مجموعه الاعداد الحقيقية. إذا من هنا ملخص الكلام هذا كله، وسهل جدا الدرس مو صعب على الطالب، لكن شغلك كله على الطالب. شنو هو؟ إنه هو لازم يعرف يرسم، يرسم يرسم معادلة تربيعية، يرسم معادلة تكعيبية ويشوف الكلام هذا يرسم عادي. شو المشكلة؟ فرضية قيم، افرض قيمة لسين تعطي قيمة لصار، حاول ترسم، ضيعش وقتك في أي وقت فاضي أنت ارسم، منها تتحصل على حل. وهذا الباب السادس كله الحلول البيانية للمعادلة.
معادلة تربيعية، معادلة تكعيبية، معادلات صور للمعادلات المتبادلة متقابلة والرسم. إذن هذا رسم، هذا بالنسبة للدرس أراه يعتمد اعتماد كلي أنك أنت كيف تعرف ترسم، كيف تعين نقط في مستوى الديكارتي. بس هذا بالنسبة للدرس هذا. وإحنا توا نتعاون مع بعضنا نفتح صفحة 30. آه صفحة 30 رتها، صفحة 30 معي طالبة. تعال براحتك، كم رقم هنا؟ 1 2 3 أرقام مثلا، نحل منهم سؤال، نرسمه بروحي بذاتي. حاول أنك أنت تتحصل على ورقة رسم بياني، حاول قدر الإمكان. باهي تعال هنا أنقل وكمل الجدول. الجدول هو الآن شوف الكتاب عارضة مجزأ، مجزأ يعني الحد الأول بروحه بتعامله، محد الثاني بتعامله، الحد الثالث بروحه، كل حد بتعامله بروحه. فهمت الطريقة هذه كويس؟ جيب المعادلة كاملة كيف تو آية المعادلة اللي كتبها هو تو، شوفها ص تساوي س تربيع، ها س تربيع ناقص 3 س ناقص زائد 1 زائد 1 خلاص. نفس القصة، س بكام؟ صفر، حط صفر هنا، 3 في صفر بعد زائد 1 حط النتيجة طول تطلع ثنائية مرتب. فهمت هذه؟ آه جزها سين تربيع عندما سين بكام ناقص سين، هذه فوق قيم سين القيم الاختيارية، وهنا آه ضعنا بهذا الطريق. هذه هي هذه نفس، بس هذه ممكن تكون مختصرة، أسرع لك لأنك أنت توه بتشنو يعني بتبدأ كي ترسم بعد خلاص راه ما عش فيه الدواء هذه، بعد ما عش فيه جداول، بعدين انت بتبي بروحك انت على طول منحنى مفتوح الى اعلى، وين يقطع محور السينار، وين راس المنحنى، راس المنحنى نعرفوه تبي نجيب نعينوه راس المنحنى على طول. لكن انت معلش تدرب على رسم المنحنيات كويس، يدربك ومنها عين قيم سين اذا امكن. ليش اذا امكن؟ لان المنحنى مرات ما يقطعش، كان ما قطعش ما فيش، وهذه تسمى معادله اوليه، ما ليش قيمه دي سين في مجموعه الاعداد الأعداد الحقيقية. كويس نفس القصة رقم 2 انقل، ها قدامك ص تساوي 4 زائد 2 س ناقص 2 س تربيع. لاحظ ان الجدول مش شورة، عمل لك حاجة مختصرة س وص، انت بتحسب روحك قيمة س بناقص 1، يلا تكتك بروحك 4 ناقص 2 4 زائد 2 ضرب ناقص 1 ناقص، ورد بالك ناقص 1 كل تربيع، اشتغل بروحك وجيب لك قيمة ص حطها عبيل الفراغة سهلة، ها احسب روحك فرقة خارجية وطلع قيمة ص. ها الجدول رقم 2 والجدول رقم 3 نفس الفكرة، ص تساوي ناقص 12 زائد 7 س ناقص س تربيع، ضع قيمة لس تعطيك قيمة لص، قيمة س بكام؟ 5، يلا عوض انت في ناقص 12 زائد 7 ضرب 5 ناقص س تربيع ب 5 كل تربيع، احسب تعرف شو بالمغ استغل ال تطلع قيمة س. نفس القصة ها، وهنا وبعدها بعد انت ارسم كيما رسمنا تمام. تو متفاهمين واضحة؟ هذا بالنسبة للسؤال الأول، احسب قيمة ألف وباء هنا في رقم 3، فهمنا كيف نحسبها ما عادش فيها مشكلة. انتقل على السريع هيك، ها الرسوم البيانية التكعيبية، شو معناها تكعيبية؟ معناها عندي تو الآن ص تساوي س تكعيب، أيوة تكعيب تربيع تكعيب، شوف نفس الفكرة بالضبط، مدام من فيها رسم نفس الفكرة. ها الرسومات التكعيبية اللي بعدها شورك انت راه الرسومات التكعيبية، أنا ص تساوي س تكعيب تكعيب اهي اهم شيء، لكن باقي ما عنديش مشكله، اهم شيء ان هنا من الدرجه الثالثه، هذه من الدرجه الثانيه، باقي رسمه هذه هي رسمه هذه، لا 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 مش نفسها، بس كل حل نفس القصه، قيم اختياريه عدديه بسيطه تطلع لك المعادله، تطلع سين وصاد وترسم انت. هنا شنو هنا؟ هنا سين، من هنا؟ هنا عباره عن صاد تساوي سين تكعيب، هنا قيمة ص، هنا س وص، افرض قيم انت تو، ضع قيم
صفر واحد اثنين ناقص واحد ناقص اثنين كم قيمة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بس واحد سألني مرة قال لي بقى كان قيمتين، قال لي نفرض قيمتين وخلاص، ما تعطيكش الشكل. الشكل المنحنى ما يقلش عن خمس نقاط بيعطيك الشكل بتاعها وين ماشي اتجاهها وين المنحنى هذا. إذا أنت تكونش بخيل شوية، زود شوية قيم، مش كل ما زودت قيم كل ما يبان لك الرسم كأنك بدي لعملية تكبير يعني. يلا هنا صفر عد صفر تمام صفر وصفر واحد 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 واحد. ليش واحد؟ لأن واحد تكعيب. اثنين تطلع كام؟ ثمانية. أيوة ثمانية صح ثمانية. إذن هنا اثنين وثمانية ناقص واحد. أيوة ها صح. شوف روحك ناقص واحد طلعت لينا، وانت شوف روحك لأنها ناقص واحد في ناقص واحد في ناقص واحد، ناقص سالب واحد في سالب واحد موجب، اضرب في السالب تعطيك سالب نفسه. إذن هنا سالب واحد، إذن سالب واحد وسالب واحد ناقص اثنين. تو هنا نحطه هنا تكعيب، نحطه هنا تمام جاوبنا طول. إذن هنا على طول ناقص اثنين تكعيب معنا على طول سالب ثمانية صح سالب ثمانية. إذن سالب اثنين وسالب ثمانية هذه النقاط. شو بتدير أنت؟ ترسم المحاور وبتعين النقاط وبيعطي لك الشكل اللي قدامك توا على طول على السريع. ها ماناش معطلين عليكم. هاي صفر صفر هيا صفر صفر واحد واحد هذا واحد واحد اثنين وثمانية اثنين وثمانية فوق بعدين سالب واحد وسالب واحد لوط بعدين سالب اثنين وسالب ثمانية لوط. ها وصل رد شكل منحنى عطناش خط مستقيم راه ها هذا مزاد وهذا يمشي لقدام. شوف شكله ها شنو تلاحظ؟ تلاحظ في هالمنحنى هاد ما ولاش ما رجعش، يعني المنحنى وفات هيك فات من غير معش ايه معش رجع، يعني ماليش نقطة رجوع، يعني ماليش نهاية لا عظمى لا صغرى. لكن في نقطة هنا هذه يسموها بعدين إن شاء الله ناخذوها في سنة ثالثة يسموها نقطة انقلاب. شين قصة انقلاب هذا؟ أهو منحنى مقعر إلى أسفل بعدين مقعر إلى أعلى، النقطة اللي بيناتها هنا يسموها نقطة انقلاب. هذا الكلام ثاني. إذا هذا شكل، هذا شكل التكعيب من خلال الرسم أنت بترسمه، هذا رسم هذه الرسومات انت ما عليك اللي ترسم تقول له صاد تساوي سين تكعيب ناقص سين مثلا تدرب عليه رسمها ارسمها وشوفها شو شكل تمام. هذا بالنسبه للباب. احنا لمينا على بعض الحلول للمعادله التربيعيه عاد جبناها وعرفنا امتى لها حل والله ما لهاش حل. هذا بالنسبه لمفهوم الباب السادس كامل. هذا الباب السادس باب السادس متكامل. ها كل الرسومات بيانية إلا عليك انك انت ترسم فقط باش احنا نخش فيش في المعادلة التربيعية الحل الجبري ان شاء الله الحلقة الثانية الثالثة. السلام عليكم.